النوايب صوب صيح صيح النوايب صوب النوايب عليل ونايبات الطفل وني عليل ونايبات الطفل وني اوينن والمصايب ما حنن النوايب وبن النوايب صوبت احكي النوايب صوبت اهدم حالي حزين قلبي ومصابي اهدم حالي حزين قلبي ومصابي دمع عيني رسم صورة عذابي على قبور الأهل نوخ رجابي مرام الطفل من ولو عني مرام الطفل من لو عني. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تعازينا إلى المؤمنين كافة في كل أرجاء الدنيا بحلول شهادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. تتميز مدينة النجف الأشرف بإحيائها لمناسبات أهل البيت سلام الله عليهم كافة، ولكن لشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام لها خصوصية خاصة باعتبار وقوعها في شهر محرم الحرام وأجواء العزاء بصورة عامة التي لا تزال تخيم على العالم الإسلامي، وللنجف الأشرف نصيب كبير من إحياء العزاء. أضف إلى ذلك أن إمامنا السجاد عليه السلام هو أحد شخصيات الطف، فلذلك ترى الاهتمام بهذه المناسبة يكاد أن يكون هو الأبرز من بين مناسبات أئمتنا سلام الله عليهم، حتى أنك ترى أن شوارع المدينة في اليوم 25 من المحرم تجدها خالية من الناس، فالناس تعطل أعمالها بشكل كامل والدكاكين مغلقة والناس ينصرفون عن كل شيء إلا عن إحياء العزاء والتوجه إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه لتعزيته بشهادة حفيده الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه الأجواء كلها تجدها في مدينة النجف الأشرف في ليالي شهادة الإمام زين العابدين، كما أن الكثير من المواكب تقيم مآتم في هذه المناسبة، ومنها موكب شباب شارع المدينة في جامع الجوهرشي الذي يتميز بإحيائه لهذه المناسبة. وفي السنوات الماضية طبعا هذا المأتم وهذا الموكب قديم جدا، كانوا يقيمون هذا المأتم في هذه المناسبة لعشرة مجالس، يعني تسعة ليالي إلى من الليلة 17 إلى الليلة 25 من المحرم، وفي صباح يوم شهادة الإمام زين العابدين يكون المجلس صباحيا في نفس المكان طبعا في جامع الجوهرشي، وغيرها من المجالس الكثيرة التي تقام في هذه المناسبة. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احنا هاي أيام زين العابدين سلام الله عليه سيد الساجدين، احنا دائما هنا نطبخ عندنا جامع حجي صالح الجورشي ريوق وغدا وعشاء، وبالتعازي عندنا هماته كباب مثلا قيمه، يعني مواكبنا هاي النجف كلها هيك، يعني كل الطبخ والهذا يعني من الصبح لليل طبخ عندنا مستمر، يعني جامع عندنا هيئات شاع المدينه وكل احنا هنا واقفين للتعازي خدمه الزوار خدمه الناس خدمه كل الطيبين يحيون ذكرى الامام زين العابدين سلام الله عليه. فاحنا هاي يعني شغل صار لنا سنين من الخمسينات لسه احنا بهالمكان هذا الله يرحمهم، يعني كانوا هنا هم اللي قايمين بالجامع حجي محمد صالح الجورشي رفض طلعون الراس الشريف راس الحسين سيد جواد شبر الله يرحمه شيخ جعفر ذول، يعني كان شيخ نعمة الساعدي هم يقرأ لنا قدام، احنا كنا جهال يعني بها نخدم لحد الان كبرنا من قصر يعني بس القدوم الشفاعة ما عندنا غير يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الله يعافيك الله يحفظكم أشكركم. طبعا أولا نشكركم على إعلامكم الطيب، لأن الإعلام هو الفخر لكل الحالات، مثل ما سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب عليه السلام كانت إعلام في وقت الحسين، وهسا إعلامكم يثبت للإرهاب ويثبت الجميع اللي هم يضدون أهل البيت.
نقول لهم شوف هالأمراض وهالوباء، بس الحمد لله والشكر النجف عامرة بمجالسها، عامرة بأهلها، عامرة شو نقول بعلمائها. فإحنا نقول مصيبة زين العابدين، نقول الطباق الصغير، عندنا الطباق مال الإمام الحسين ويسموه الطباق الصغير، والساس شاهد جميع المكانات الحمد لله، ومع الوضع المادي بس الناس تقول لك هذا زين العابدين. واحنا نقول مع هذا الفخر للإعلام واللي انتوا توصلون العالم، ونشكركم. حدثني عن المجالس في هذه الأيام. المجالس طبعا 5 أيام مجلس شارع المدينة، 5 أيام عد رعد خبر. فهذه المجالس الحمد لله والشكر شوف خلال هالأيام أو 5 أيام مكتظة من مجلس المجلس، والمجلس يكون من نقيمة نستفاد من عده، نستفاد منه موعظة. النوايب صوبن، النوايب صوبن، النوايب صيح صيح وإمامك، النوايب صوب، النوايب صوب، النوايب صوبن، النوايب صيرت أتمنى موت ولا حياتي، صيرت أتمنى موت ولا حياتي، ظهنت عزمي مصاب نايباتي، صداع كبدي يزور عمي وخواتي، صداع كبدي يزور عمتي وخواتي، يسارب بالمنا حينا وحني، يسارب بالمنا حينا وحني. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. نعز العالم الإسلامي وراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. في هذه الأيام تمر ذكرى شهادة الإمام الحسين وابنه الإمام السجاد عليه السلام. إن الإمام الحسين خرج من مدينة جده رسول الله قال إني لم أخرج بطلا ولا أشرا، وإنما خرجت طلب الإصلاح في جدة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا كمسلمين كشيعة كمحبين لأهل البيت عليه السلام أن نقتدي بالإمام الحسين، أن نقتدي بالإمام السجاد، أن نتحمل ما جرى على الإمام السجاد عليه السلام في محنته في مرضه مع عمته زينب عليه السلام، مع السبايا مع العيال عندما جاء من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام. فالإمام السجاد كان مدرسة وعبرة لكل الإنسانية، فيجب علينا أن نقتدي بالإمام السجاد كشباب إحنا، والإمام السجاد عليه السلام قدوة نخلي مثل إنه كمسلمين إحنا. وهذه الأيام هي مصاب الإمام السجاد عليه السلام، وإحنا نعظم هنا في محافظة النجف الأشرف نعظم هذه الخدمة، وعظم الله أجرنا وأجركم بذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. كما تعلمون أخوتي أن اليوم محافظة النجف الأشراف يقام بها المجالس من يوم 1 محرم وحتى 20 صفر. تقوم هذه المواكب والهيئات بإقامة المجالس الحسينية عموم النجف، وخصوصا بالنجف يقومون شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام من مواكب ومن هيئات يقوم بها محافظة النجف الأشرف. حدثني عن موائد الطعام في مدينة النجف. تقدم هذه المواكب من 1 محرم إلى نهاية الصفر إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقوم بتقديم بخصوص الأربعينية 3 وجبات طعام، وبخصوص المواكب تقوم يعني في وجبات طعام تبركا إلى بمناسبة استشهاد الإمام الحسين والإمام زين العابدين عليهم السلام. ماذا يعرف أهل النجف عن الإمام زين العابدين؟ يعرفوا أنه سيد الساجدين وإمام البكائين، وما جلس على طعام أو شراب إلا وبكى لهذا اليوم العظيم. سيدي ومولاي، نحن على طريقك إلى يوم الدين وعلى العهد إن شاء الله بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وهذه
مواكبنا وهذه أبناء النجف الأشرف تقدم العزاء يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة من الصباح إلى المساء لنصرة آل محمد. هذه المواكب وهذه الخدمة الحسينية الصحيحة واللي بنبنوها أولاد النجف الأشراف وخدمة الإمام الحسين لإكراء استشهاد الإمام الثالث للمواساة من السبي والجوع والعطش السدى على إمامنا الثالث هو والعائلة ومن مكان المكان. فهذه المواكب الحسينية يعني فد شلون تقول مؤازرة لذاك الزمان لإحياء هذه الشعيرة الحسينية. أنتم ماذا تريدون من الإمام السجاد وأنتم تقول؟ إحنا نريد الشفاعة والولاية وتقوية المبدأ الحسيني لأحفادنا القادمة. إحنا كل سنة نهيئ أمورنا بالإمام السجاد سلام الله عليه، نهيئ دقورتنا الطبيخ، نجيب حطباتنا وحمصاتنا فالليالي للإمام السجاد سلام الله عليه. كل سنة يعني هاي عادتنا ما نقدر نغيرها، نريد الشفاعة من أهل البيت يحفظنا ويفجينا من هذا الوباء إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ سياسة الإمام السجاد سلام الله عليه، نحفظ الحفاظ وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام، نحفظ الزوار إن شاء الله بحق أمير المؤمنين. سادة المشاهدين الكرام، كما ترون من أمامكم ها هم شيعة أهل البيت يقيمون هذه الموائد، موائد الطعام، ويعلنون بكل صراحة أنهم لو كانوا في أيام الطف لما حدث ما حدث مع الإمام الحسين، لكم تمنى الإمام الحسين أن يكون له شيعة بمثل هؤلاء الشيعة الذين إذا ما كان الميدان ميدان تضحية وفداء بالنفس فهم السباقون، وإذا كان ما ميدان بذل وعطاء بالأموال فهم لا يألون جهدا إلا وبذلوه لإقامة الشعائر الحسينية وموائد الطعام في ليلة استشهاد الإمام زين العابدين عامرة لا يكاد يخلو منها شارع أو زقاق في مدينة النجف. عليل ونايبات الطفل وني أوينن والمصايب ما حنن النوايب صوبت احكي النوايب صوبت.